سي بدرك، اول سؤال غنبداو به حلقه اليوم هو تدوينه ديال سي محمد بودريقه اللي قطع بها الشك باليقين واكد انه كان مريض، ما عنده لا فرقه وطنيه، ما عنده لا بحث، ما عنده لا استدعاءات لا والو. هادشي اللي اكد هو، قال لك ما كاين حتى شي حاجه من هادشي، وكاينه شي اخبار كتقول انه قريب يدخل البلاد. واش غادي نقول لك كما اكد هو، قال لك انه كان يعني عمل عمليه. دابا راه كتعرف هادشي ديال يعني التشويش ديال الفروق وداك الشيء، في بزاف ديال الحيتيات وداك الشيء، ما بغاش ندخلوا في هاد الحيتيات. كما قال لك هو، هي البطوله تفوت تربحها في الميدان، ماشي كتربحها في مواقع التواصل. هادشي شنقول لك، مع بودريقه راه كيبقى يعني رئيس كبير، وراه دوز معنا واحد الفتره في فريق الرجاء البيضاوي، يعني كان رئيس يعني بمعنى الكلمه، ما كاينش يعني في الفلوس في الوقت وداك الشيء، يعني كان ونعم الرئيس صراحه. ما كان خصنا حتى شي حاجه، وكان الفريق غادي يعني كان غادي في سكه الانتصارات، وكان جاب لاعبين راه كتذكر في 2013 باش وصلنا نهائي الكاس العالم. كان تراما سالاريا كبيره. بطبيعه الحال حتى هو عطى الكثير لفريق الرجاء البيضاوي، ما نساوش هذا الشيء هذا. ووصلنا للنهائي لاول فريق يعني عربي وافريقي وصل نهائي الكاس العالم الانديه. هذا الشيء راه ديما غتبقى لي يعني تاريخي، ودخلنا عند جلاله الملك محمد السادس الله يخليه لينا. وهادشي ديال التشويز على الفريق الرجاء البيضاوي، ما هذاك الشيء عنده هو الخدمه، كما عنده خدمه ديالو بوحده، عاد عاوتاني فهمتي هو اصلا كيبني في المنازل وداك الشيء، وماشي بعيد على هادشي ديال الكره وهادشي. ما بقاوش يدخلوا هادشي ديال الخدمه الشخصيه ديالو، الحياه الشخصيه ديالو، الخدمه ديالو مع الفريق الرجاء البيضاوي. هادشي كيبقى يعني بعيد شي شويه على هاد. واش غادي نقول لك، نشد بين الجماهير اربع المرات، وداك المواقع التواصل الاجتماعي كيبقاو يقولوا شي يعني شي هضره ما كتدخلش العقل. كيبقاو صفحات كيبقاو كيبغاو يديروا البوز، صافي تشويش كما قلت، كيبغاو يركبوا على الموجه. سي حسن.